إذا أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي أينما كنتم، نرحب بكم مجددا من خلال البث المباشر هنا من مدينة فاس العاصمة العلمية للمملكة. متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي، هي قناة الشعب المغربي، هي قناة أبناء الشعب، هي قناة اللي كتنزل للشارع كتنقل المعاناة وكتنقل الحقائق من قلب الشوارع المغربية بدون زيادة ولا نقصان. الآن أثار الانتباه ديالنا وأوقفنا صراحة هذا الشخص با محمد اللي كيبلغ من العمر 85 سنة. با محمد يبلغ من العمر 85 سنة. شنو كيدير في حياته؟ هو كيصنع هاد القفيفات هادو ديال القصب وكيخرج للشارع العام يبيعهم. هو كيتواجد في المنطقة في طريق الرابطة ما بين بن سودة ولوتوروت. طريق الرابطة كنقول وكنذكر، طريق الرابطة ما بين بن سودة، ما بين ضحى ديال بن سودة ولوتوروت، داك الطريق اللي كاينة تما هي هذا هو المكان ديالو اللي بغى يجي يساعدو. للأسف هو ما عندوش رقم ديال التليفون، بغينا نعطيو الرقم ديال التليفون ديالو ولكن الرقم ديال التليفون ما عندوش. ها المكان اللي كيتواجد فيه باش اللي بغى يجي لهنا متابعينا ومشاهدينا الأوفياء يساعد با محمد، وغتسمعوا وغتعرفوا على القصة ديالو المؤثرة. اللي كيسول على القطيطة، راه هي القطيطة، شفت تعليقات كيسولوا على قطة. واخا با محمد غادي تسمعوا القصة المؤثرة ديال با محمد. قلت 85 سنة، بارطاجيو والله يجازيكم بخير هذا البث المباشر ديالو، الكل يبارطاجي على أوسع نطاق. القطة كما كتشوف الأخت فرح هي كترافق با محمد، حتى الحيوانات يرأفون وكيحسوا بالناس. السلام عليكم با محمد، كي داير عمي؟ لاباس عليك؟ أحوال ديالك شوية شوية عمي، ياك الله يفاجئها عليك، الله يفاجئها عليك. واخا عمي، هاكا عمي شد عندك هاكا، أنا نشدك، أنا شد عندك هاكا، خليها هاكا تشوف فيا عمي. عمي با محمد شحال في العمر ديالك؟ 85 سنة. 85 سنة؟ نعم. قرب عمي عندك شوية هاكا باش تصنع هاكا تخليك 85 سنة عمي. نعم. واخا كتصوب هاد القفيفات وتجي تبيعهم هنا في الشارع؟ هذا ما كان أسيب. شحال عمي وأنت كتصوبهم؟ فوقاش أنت كتصوبهم؟ هذه مدام 30 عام الفوق. 30 عام؟ نعم. وانت خدام بهذا الشيء؟ اخدم غير بهذا الشيء هذا. نعم نعم. شحال وانت في هذه البلاصه هذه اللي كتبيع فيها دابا؟ هذه 7 سنين، هذه 12 عام كنت نبيع في في الغابه الفوق. نعم. ملي نزول هذا الشجار بقيت هنايا، هذه 12 عام وانا هنا دابا في هذا الطريق. نعم. ونجي. كيجيب الله شويه النصيب ولا والو دابا؟ مع الجواد، غير مع الجواد عاونونا. نعم. غير مع الجواد. حال النهار نبيعوا، حال النهار ما كانش ياكل، حال النهار نبيعوا يجي دابا وحده. نبيع جوج والله، واحد النهار يومين وثلاث ايام والله ما تبيعها. نعم. والله ما تبيعها. واخا عندك شي وليدات ربما؟ ما كاينش، هاد الطفلات مزوجين اودي ياسين. نعم. غا الطفلات مزوجين. والله ما سمعت. قلت لك غير البنات مزوجين. وليدات ما كاينينش؟ لا والو. نعم نعم. والبنيتات ديالك ما كيتهلاوش فيك؟ ما كيتهلاوش. لا والو اسيدي، ما كاينش والله، ما كاين تدخل. قلت لك حتى البريكه، غا البريكه. نعم. يقول لك هاك شحال ديال فيها، والله ما كاين تدخلها. نعم. بالله. دابا ولفتي با محمد كتخرج في الصباح، فين كتسكن؟ فين من بلاصتك؟ في المسيرة. المسيرة؟ نعم. ولفتي كتخرج في الصباح، معاش كتخرج؟ مع الصباح نخرج في 6. 6 الصباح. 6 الصباح. وكتجي تما من المسيرة حتى لهنا؟ لهنا. نعم. لا سابوني الجواد ركزوني لهنا. نعم. ما جابوش انجي لرجلي نبلغ حتى لهنا. ولا سبت الجواد ركزوني. نعم نعم نعم. وفي العشية هيزاك. نعم. طيب. واش انت كتقارك شويه البركه ولا صعيبه عمي بابا؟ صراحه اسيدي، واش كتسمع شويه ولا والو؟ كيجيب فيها النصيب ولا شويه؟ انا قلت لك غير جواد يعاونونا في هذا الطريق، غير جواد. نعم. غير جواد. نعم. ما بقى البيع والشراء والله، لا مشيت للسويقه. نعم. غا نتسبى بهم وخلاص اسيدي، داك الشيء يعاونونا خوتنا المسلمين. نعم. واش عندك شي، عندك شي دويره با محمد ولا والو؟ لا عندي حد دويره عطاها لنا المخزن. نعم. المخزن عطاها لنا. تبارك الله. اي. الحمد لله ما عندكش الكلام. لا والو كرا والو. عندك شي تليفون دابا المغاربه لا بغاو يتواصلوا معاك؟ شي تليفون اسيدي؟ واش عندك تليفون؟ تليفون؟ التليفون عندي في الدار ماشي هنا. في الدار؟ في الدار. واخا غدا غتكون هنا في هاد البلاصه؟ هنا هنا ان شاء الله. غدا ان شاء الله غنعاود ونجيو لعندك. اييه ان شاء الله. وغنجيب نمره التليفون وغنعطيوها للمغاربه. اييه ان شاء الله. يتواصلوا معاك ويعاونوا. ان شاء الله. واخا عطيني انا رجال عندك ابا محمد. الله يبارك فيك اسيدي، الله يخليك. اذا واجب اسيدي، واجب 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 اسيدي، حنا لا وقفنا معاك لله سبحانه وتعالى. واخا شنو تقول المغاربه اللي غيتساعدوا معاك المغاربه؟ ان شاء الله يا ربي. شنو تقول لهم؟ ها قول لهم الله يرزقكم السلامه وستر مولانا، والله يجعلكم من ثلث الناجين ان شاء الله. امين امين.
الله يحفظكم من الآفات ويحفظكم من شر الخلق ويحفظكم من المدرجات. آمين. الله يعطيكم ستر الدنيا وستر الآخرة. نعم آمين. يا رب يا رب. متابعينا الاوفياء، حتى القطه ديال القطه، القطه باللغه العربيه الفصحى كيعيطوا لها القطه، عليها قلت لها القطه لان لربما قلت حتى الحيوانات ترأف ببا محمد. هي القطه كتجي معاك ابا محمد؟ القطه هذه القطه ها؟ لا غاتجي من المدرسه مهله. نعم نعم هذه جات غير المدرسه هذه. كتجي تجلس حداك هنايا. غير هالنهار جات، غاشتغل النهار ما تجيش. لا غير هالنهار. با محمد اخرج من المدرسه. نعم واخا عطيني با محمد انا ننزل عندك. اذا قلت متابعينا الاوفياء هو كيصنع قفيفات بالقصب، انتم كتشوفوا بطبيعه الحال هذا الرزق الحلال، قصه كفاح، قصه كفاح على الرزق الحلال. هو كيصنع هادشي وكيجي كيبيعو، كيقول لك راه غير المحسنين والناس اللي كيرأفوا به. هانتوما شوفوا الحلال حتى على صراحة القصة ديال با محمد جد جد مؤثرة. وانا كنقول متابعينا الاوفياء غدا غنرجعوا لنفس المكان وغايجيب الرقم ديال التليفون ديالو وغنعاودوا نصوروا معاه ويدير الرقم ديال التليفون ديالو وتعيطوا له في التليفون ان شاء الله. بغينا الكل يتعاطف ويتضامن مع با محمد والكل يبارطاجي هذا البث المباشر لاوسع نطاق اكيد، لان 85 سنة مسكين ما بقالوش الصحة باش على انه يتكرفص في الشارع. ما كرهناش المغاربة بطبيعة الحال يتواصلوا معاه في الهاتف ديالو. غدا غيجيب الهاتف وغادي نشرحه لكم متابعينا الاوفياء، وكتشوفوا كيفاش كيجي معاه الماكله مسكينه هو غيعطي القطيطه. شوفوا المكان اللي كيتواجد فيه، اللي بغى يجي لعندو الطريق ديال الضحى، هانتوما الطريق ديال الضحى ما بين الضحى والرومبون ديال لوتورود. اللي بغى يجي لعندو غتلقاو هنا الساكنه ديال فاس. الله يجازيكم بخير، كنعرفوا اجيو لعند هذا السيد وقفوا معاه، وقفوا معاه وقفه ديال الرجال. دير راسك انت هذا الاب ديالك، ديروا اخ ديالك. نتمناو على ان عارفين لان كاين قيم تكافل وتضامن ما بين ابناء الشعب المغربي، وبغينا نوقفوا مع با محمد في هذه الحاله ديالو بطبيعه الحال. السلام عليكم. شريف انت من المنطقه هنا؟ هنا شي كلمه في حق هذا السيد هذا؟ ايوا مسكين راه تيتكرفص هو وتيقي هنا، راجل كبير ما تيخدم ما والو، وانت تشوف الحال، وانت يعني تشوف الحاله مسكين ديالو مكرفص بزاف كاع وما كاينش اللي يعاونو. هذا ما عندك ما دير اخويا، ديما مسكين هنايا كاع. ما هذا دابا هذا السيد هذا ديال الخدمه، هذا السيد هذا واخا سمح لي خويا سمح لي. دابا هذا السيد هذا راه ماشي ديال الخدمه ولا هذا، خصنا بالفعل نعاونوه، المغاربه خصهم يعاونوه، كل شيء يعاونوه. نعم ايوا مسكين، ما حنا ما نديرو في جهدنا، تنعطيوه اللي كتب الله نجيبو له. مسكين ما عندنا ما نديرو اخويا. هي هذه السكينه ديالي مكاين، ديما مسكين هنا النهار كامل، حتى تطيح الشمس عاد تيمشي مسكين. نعم تديرو ساعات ولا اللي في جهدنا تنديرو اخويا، اللي في جهدنا ما عندنا ما نديرو له مسكين. شكرا. مسكين ما كرهناش نعطيوه اللحام اخويا من جلدنا نعطيوه له السيد هذا. الله يحسن عوانا اخويا، هادي نحسبوه بحال الواليد ديالنا هذا خويا. شكرا جزيلا. اكيد المغاربه ما غيتخلاوش عليه وغيوقفوا معاه. سيدي تبارك الله عليك، كتشوفوا متابعينا كلمه في حق هذا السيد هذا. كتعرف هذا السيد مسكين؟ كنعرفو مسكين، كنعرفو كيبيع هذا سميتو. شوفوا نوقفوا معاه. السلام عليكم. هذا كيجي لهنا، راه عندك الميكرو؟ ايه كيجي لهنا ديما، راه هي بلاصتو مسكين، كيقضي الغرض شي شويه هنا ويمشي بحالاته. كنعرفو هذه مده وهي مع هو معنا هنايا. هي ما كيكون عندنا ما عندوش الاولاد مسكين اللي غيبقوا معاه. لا والله ما نعرف، ما عمرنا شفنا واش كيشرب هادو ولا هو مسكين. غا كيدير الطال كيقيل هنا النهار كله، وفي الثاني مسكين كيهز كيمشي غا على رجليه، كيمشي من هنا حتى للمسيره. كيمشي على رجليه مسكين ويجي على رجليه. كل المغاربه يوقفوا معاه، يوقفوا يتضامنوا معاه مسكين، يتضامنوا معاه يعاونوه في سبيل الله. مسكين راه راجل كبير وما كيشوفش مزيان، عنده نظر ناقص، راه كيمشي مسكين غا كيكحل. هادشي اللي كاين، هادشي اللي بغينا نقولوا لهادشي هذاك باش تكون على وجهك. اذا متابعينا كتسمعوا شهادات في حق هذا السيد با محمد، 85 سنة، 85 سنة في العمر ديالو. صراحة ما كرهش على أننا نكونوا سبب، وإحنا غير سبب والله سبحانه وتعالى هو اللي كيرزق. ما كرهش، هادو هما الحالات اللي خاص الناس يتضامنوا فيهم. راه الحج كاين غير هنا، راه العمرة كاينة غير هنا. أجي دير العمرة غير في هاد الحالات بحال هكا اللي يكونوا في الشارع. با محمد قصة جد مؤلمة، ما
مؤثرة ديال رجل مسن يبلغ من العمر 85 سنة كي يطلب العطف ديال المغاربة بطبيعة الحال، عنده خفيفات كيبيعهم هنا في الشارع العام، كيصوبهم وكيجي من المسيرة حتى لهنا كيبيعهم. آخر كلمة اللي تقولها للمغاربة السي با محمد. ها سيدي. شنو تقول المغاربة آخر كلمة تقولها لهم؟ للمغاربة؟ الله يجعل فيهم البركة. اللهم آمين. الله يستر. آمين. الله يعطينا هالعام إن شاء الله تكون صابة. آمين. ويخلف الله على المسلمين. آمين. ويهدم هذا الغلا. نعم. ويسهل الله. كتبغي البلاد ديالك الوطن ديالك؟ إيه. ما شاركتيش في مسيرة الخضراء ولا شاركتي؟ ها؟ مسيرة الخضراء. لا المسيرة لا ما مشيتش أنا لي لا. ما مشيتيش؟ لا. نعم. ما مشيتش أنا كذب. نعم. ما؟ شنو الآن با محمد أنت 85 سنة الصحة ديالك كيفاش دايرة دابا؟ ما سيدي داك الشيء ما تجوزنا الثمنات ما تصورش دابا نصوغوا بالله أنت معشوقة في هذه الطريقة. شنو كنتي كتخدم با محمد؟ كان عندي الفليحة. نعم. كنت نفلح مع الناس. فين؟ فين منطقة؟ أنحرب بتازة. بتازة نعم. كنت أنحرز مع الناس. نعم. فوقاش دخلتي فاس؟ دخلت أسيدي مع 91. من 91 لهنا كتخدم في هادشي ديال هادشي هنايا كان 91 كتصوبو غير في الدار ولا فين كتصوبو؟ في الدار وحدك والدوم نشريها. نعم الدوم كتشري نشريها. نعم كانت 100 ريال الكيلو دابا عملت 350. نعم من الكيلو هادي صديق ديما كتكون هنا؟ لا ديما هلا يا هاد الجواد كل ما يشوف ديما الرقم التليفون ديالو بغينا نديرو له رقم دابا ديال التليفون ما جابش الرقم معاه. انا قلت له غدا غنرجع لعندك لهنا نجيب الرقم ونديرو له في العنوان باش الناس يتصلوا به. انا نجيبه وانا نجيبه. غدا جيب الرقم ونديرو له في العنوان باش الناس يتصلوا به. الله يكثر خيرك. نديرو معاك فيديو. الله يكثر خيرك اودي. واجب اسيدي واجب. الله يكثر خيرك. ما غيكون غير خير ما غيكون غير خير. متابعي ومشاهدي قناه شوف تي في الكل يبارطاجي لها وتعني طاق غدا ان شاء الله كنوعدكم غنرجعوا لهذا المكان وغادي نديروا الرقم ديال الهاتف باش الناس يتواصلوا معاه. شهادات في حق هذا السيد من الجيران ديالو والناس اللي كيعرفوه. نتمنى على ان يعني يكون مساعده ديال با محمد. دمتم في امان الله. كان معكم مراسل قناه منصف بودري والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.